رأيت وشاهدت أشياء ومناظر لم كنت أتصور فعلا أن أشاهدها وأعيشها من كثرة المحبة والمودة والإخلاص في العمل في بلادكم وخاصة في جامعاتكم والجامعات والمدارس المجاورة في بلادكم في أكلكوا في أورانغابات وفي سورة. نحن الآن يعني كما الأستاذ النورسي رحمه الله يقول ضياء القلب هو فنون علوم الدينية ونور العقل هو علوم الفنية الجديدة. إذا امتزج هذه العلم الدين وعلم الفن الفنون فحينئذ تتجلى الحقيقة الأصيلة والأصلية المقصودة منها في هذا الكون. هذا رأيناه في جامعة إشاعة العلوم، فإن شاء الله هذا يستمر وبنشر رسائل النور بين الطلاب والأساتذة في منطقتكم أنتم يفتح لكم آفاقا جديدا في التعليم والتربية إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم ونشكركم أنتم خاصة الشيخ غلام إسطنوي، جزاه الله أستاذنا ومرشدنا في هذا المجال، ولشخصيتكم أنتم أيضا لحسن ضيافتكم في أثناء تجوارنا في هذه المنطقة وجميع طلابكم وأساتذتكم، وأتمنى لهم جميعا ولكم التوفيق والنجاح في أموركم الدنيوية والأخروية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.